انضم إلينا من رفح بجنوبي قطاع غزة مراسلنا حازم البنا. حازم، تطورات كبيرة ميدانية، قصف على شمال القطاع بشكل مكثف من الجانب الإسرائيلي، لو تخبرنا عن التطورات الميدانية والوضع الإنساني المتردي أساسا. نعم، تحية لك ماجد. بالفعل الغارات الإسرائيلية تكثفت في الساعات الماضية، ساعات الليل، على منطقة شمال قطاع غزة، تحديدا مخيم جبالي الذي يشهد منذ أيام يعني تكثيفا للقصف المدفعي وأيضا الغارات الجوية. نتحدث عن استهداف لمربع سكني في منطقة مخيم جبالي. هذا القصف بطبيعة الحال أدى إلى مقتل نحو 8 من الفلسطينيين وإصابة عدد آخر من الأطفال والنساء، وما زال الجيش الإسرائيلي عمليا يواجه اشتباكات في هذه المناطق في ظل إعلان الجيش الإسرائيلي عن استهداف أيضا خلية مسلحة في منطقة بيت حانون كانت قد أطلقت طائرة مسيرة نحو القوات الإسرائيلية. ليس فقط بلدة جبالي، نتحدث أيضا عن بيت حانون وأيضا عن بيت لاهيا الذي استهدفت فيه أيضا منازل مأهولة بالمواطنين، وهناك دمار كبير في هذه المناطق التي خلفتها القوات الإسرائيلية بعد مداهمات وتوغلات برية عديدة. نتحدث أيضا عن منطقة يعني حي الزيتون الذي أيضا تكثفت في الساعات الماضية الغارات الإسرائيلية عليه في المناطق الغربية، وما زلنا نشهد عمليا هذا الاستهداف المكثف من قبل القوات الإسرائيلية للمواطنين الذين يتوجهون بالقرب من دوار الكويت للحصول على المساعدات. شهدنا في ساعات مساء الليل مجموعات كبيرة من المواطنين ينتظرون في ساعات البرد القارس، يشعلون النيران لتدفئة أنفسهم ريثما تصل شاحنات المساعدات، ولكن بالفعل تكرر مشهد إطلاق النار من قبل الدبابات الإسرائيلية التي حالما تقترب شاحنات المساعدات تقترب هي الأخرى الدبابات، ويقوم المواطنون بالهروب من هذه النيران الإسرائيلية وأصيب عدد كبير من هؤلاء. المشكلة في الأمر بأنه أيضا هناك ما تزال يعني مظاهرات من قبل المستوطنين الإسرائيليين قرب معبر إدسانا، يحاولون أيضا منع دخول المساعدات إلى مناطق شمال قطاع غزة، وهذا يضاعف من المأساة الإنسانية. ما تزال الإنذارات من قبل المنظمات الدولية ساخنة بخصوص تكرار استهداف شاحنات المساعدات أو حتى استهداف المدنيين الذين يحاولون الحصول على هذه المساعدات في محاولة ربما مقصودة كما يشيرون من قبل الجانب الإسرائيلي لتكريس حالة المجاعة وأيضا الحصار المطبق على مناطق شمال قطاع غزة. اللافت بأنه يعني المسؤولون في قسم التمريض في مستشفى الشفاء في مدينة غزة يقولون بأنه يوميا يصلهم حالات لمرضى يتعرضون في نهاية المطاف إلى الوفاة جراء نقص التغذية وأيضا الجفاف وعدم توفر الإمكانات الطبية. لكن أيضا في المقابل هذا الجانب الإنساني نتحدث عن استمرار للتوغل الإسرائيلي في مناطق جنوب قطاع غزة، تحديدا في منطقة مدينة حمد. هذه المنطقة التي أعلن الجيش الإسرائيلي بأن الفرقة 98 ما تزال تكثف من مداهماتها واعتقلت نحو 85 مواطنا من مجمل نحو 1200 مواطن تم اعتقالهم من منطقة خانونس. هذه الاعتقالات عمليا ماجد يحاول الجيش الإسرائيلي استثمارها بالتحقيق مع هؤلاء المعتقلين للحصول على معلومات استخباراتية حول نشاط حركة حماس في جميع المناطق. منطقة خان يونس لوحدها حصدت في الساعات الماضية نحو 27 قتيلا، 17 منهم قتلوا جراء استهداف منزل لعائلة الفقعاوي. يعني وأنت تقدم أيضاً عن هذه الرسالة الآن، نحن نشاهد مباشرة هذه الصور التي تأتينا من غزة، استمرار القصف الإسرائيلي على هذه المناطق، يبدو أنها في شمال غزة بالطبع، يعني القصف متواصل كما نستطيع المشاهدة هنا. حازم البنا، لو تكمل رسالتك أيضا في هذا الإطار. حازم، نعم بالفعل ماجد، في عموم المناطق يحاول الجيش الإسرائيلي تكثيف هذا الضغط العسكري على حركة حماس تحديدا لتخفيض شروط التفاوض وأيضا الوصول إلى
مجموعة من الأهداف العسكرية، سواء المتمثلة بالمسلحين أو حتى استهداف المواقع التي يطلقون منها القذائف المضادة للدروع أو حتى المباني التي يستخدمونها للاشتباك مع القوات الإسرائيلية. كنا نتحدث عن منطقة خان يونس، هذه المنطقة التي ما يزال جيش إسرائيل يواصل حصاره المطبق عليها، واستهدف أيضا محيط المشافي مثل مشفى الأمل ومشفى ناصر اللذاني تحولا إلى ثكنات عسكرية وأيضا مكرة صحية. هناك أعداد كبيرة من القمامة منتشرة في جميع الأقسام، لا تستطيع الطواقم التحرك بسهولة في هذه المناطق. بعض المناطق في خان يونس يستطيع المواطنون الوصول إليها، ولكن حينما يصلون هناك يكتشفون حجم الدمار المهول الذي خلفته القوات الإسرائيلية في مناطق واسعة جراء هذا الدمار الهائل الذي طالها من قبل سلاح الجو وأيضا المدفعية الإسرائيلية. لكن المناطق أيضا الوسطى في منطقة دير البلح، مخيم المغازي، النصيرات، هذه المناطق ما تزال تشهد قصفا مكثفا. نتحدث عن أكثر من 30 قتيلا في 24 ساعة الماضية وصلوا إلى مستشفى الأقصى في دير البلح جراء هذه الاستهدافات المركزة على هذه المنطقة الوسطى. ورفح أيضا يعني ما زال نحو 1,500,000 نازح فيها يتخوفون من تكثيف الغارات الإسرائيلية عليها التي بدأت تطال في الأيام الماضية مناطق حيوية وتجارية في وسط منطقة مدينة رفح، وحصدت في الساعات الماضية كما أشرنا أكثر من 17 قتيلا. مجد من رفح بجنوبي قطاع غزة، مراسلنا حازم البنا، شكرا لك حازم.